مرحبا بكم في حصة جديدة في إطار علوم حياة الأرض. حصة اليوم غادي نتناولوا درس بعنوان نفايات المنزلية الناتجة عن استعمال المواد العضوية، وبالضبط غادي نتناولوا ملخص لهذا الدرس. هذا الدرس تدخل في إطار برنامج السنة الثانية باك علوم فيزيائية. إذا شنو المقصود بالنفايات المنزلية الناتجة عن استعمال المواد العضوية؟ هي مجموع ما تخلفه الأنشطة المنزلية للأسر. إذا هاد النفايات المنزلية إذا ما كانش واحد التدبير ومعقلة لها تتكون عندها آثار سلبية على الصعيد البيئي، على البيئة، وعلى صعيد صحة الإنسان. إذا أشنا هي تجليات الآثار السلبية للنفايات المنزلية على البيئة؟ تتمثل في انبعاث أحادي أكسيد الكربون، ثنائي أكسيد الكربون، غاز الميثان على إثر الحرائق التي تنشب بالمطارح الخاصة بالنفايات. هذه الغازات تتسبب في احتباس حراري وكذلك تدمير الأوزون. أشنو المقصود باحتباس حراري؟ إذا من هذه الكلمة خصنا نخرجوا المعنى ديالها. إذا كاين الحرارة وكاين احتباس، بمعنى منع تسرب الحرارة. إذن أشنا هي الحرارة اللي غادي تمنع؟ هي الحرارة اللي تلقاها الأرض انطلاقا من الشمس، يتم منعها من التسرب، بالتالي ترتفع درجة الحرارة، ثم تدمير الأوزون. شنو هو الأوزون؟ واحد طبقة من غاز تحمي الكرة الأرضية من الأشعة القاتلة التي يمكن أن تدمر الحياة على صعيد الكرة الأرضية. إذن عندنا الحرائق تسبب في انبعاث هذه الغازات، كما أن مطرح النفايات أو النفايات يمكن أن تتسرب إليها الماء، أو بفعل الضغط يمكن النفايات أن تسرب سائل. هذا السائل يسمى الليكسيفيا. إذا شنو هو الليكسيفيا؟ هي العصارة ديال النفايات اللي تتنتج عن ترشيح الماء عبر النفايات. شنو هو الضرر اللي ممكن تسبب هذه الليكسيفيا؟ ممكن تسرب إلى التربة، وبالتالي غتؤدي الى قتل الفونا والفلورا. وسبق لنا في الجدع مشترك علمي في علم البيئه تناولنا التربه والكائنات الحيه في التربه اللي تتعمل على ماذا؟ على تهويه التربه، وعلى تمعدن الدبال، وعلى تحويل الفرش الحرجي الى دبال. اذا الكائنات الحيه في التربه هي المسؤوله عن حياه التربه. اذا غتقطيع الكائنات الحيه في التربه، ثم كذلك ممكن هاد الليكسيفيا تسرب الى المياه الجوفيه وتسبب في تلوث المياه الجوفيه. اذا هي معلومه كاع الطواوير اللي تكون محيطه بمطارح النفايات تكون ممنوع لهم حفر الابار. لماذا؟ لان نسبه الملوثات بالمياه الجوفيه بالقرب من المطارح ديال النفايات تكون جد مرتفعه. اذا هذا كل ما يهم آثار سلبية على البيئة. نشوفوا الآن الآثار السلبية على صحة الإنسان. إذن في الآثار السلبية للنفايات على صحة الإنسان تتجلى في ظهور المواد الطيارة كالألديد. إذن الطيارة اللي تطير وهي مواد عضوية تتسرب للأجواء، هادشي اللي سميناها مواد الطيارة، ما سميناها شاي غازات كالألديد البنزين والبنزين كذلك تتسرب للأجواء، اللي هما مواد عضوية. أشنو هما الأضرار ديالهم على صحة الإنسان؟ تتجلى في انخفاض في التنفس، ممكن تسبب سرطان ديال الجهاز التنفسي. ثم عندنا مادة تسمى الديوكسين تنتج عن احتراق البلاستيك والمذيبات الخشبية. إذا بصفة عامة كاع المواد التي تدخل الكلور في التكوين ديالهم، هاد الديوكسين تسبب السرطان. ثم كذلك ثنائي أكسيد الأزوت التي ينتج عن احتراق النفايات ممكن يؤدي إلى حساسية في التنفس. ثنائي أكسيد الكبريت التي ينتج عن احتراق النفايات ممكن يعطينا اضطرابات في التنفس. إذن
هاد العناصر هادو كاع اللي شفناهم من هنا كاملين من المواد الطياره، الديوكسيل، ثنائي اكسيد الكربون، ثنائي اكسيد الكبريت، تنتج عن احتراق النفايات او في بعض المناطق اللي تتخلصوا من النفايات عن طريق الحرق في واحد المطارح اللي هي عشوائيه، مطارح النفايات عشوائيه. تبقى مادام هاد الاثار السلبيه كاينه، كيفاش ممكن تخلصوا منها او الحد من هاد النفايات، من الاثار السلبيه للنفايات؟ اذا الطرق العقلانيه للتخلص من النفايات تتبدا من الانتقاء. اذا اشنا هو الانتقاء؟ الانتقاء هو اختيار او الفرز. اذا غادي نعزلوا النفايات العضويه عن النفايات البلاستيكيه، عن النفايات الورقيه، عن النفايات المدنيه، عن النفايات الزجاجيه. وشنو الهدف من هذه العمليه ديال العزل؟ هو اعاده التدوير. شنو هو اعاده التدوير؟ هو اعاده التصنيع. اذا انطلاقا من البلاستيك، انطلاقا من النفايات الورقيه يتم انتاج الورق، كذلك انطلاقا من الزجاج او المواد المدنيه. الطريقه الثانيه الاستغلال معقلان للنفايات تتمثل في انتاج السماد العضوي. اذا بغينا ننتجو السماد العضوي انطلاقا من ماده، من ماذا؟ من النفايات العضويه. باش ننتجو السماد العضوي غادي نرجعوا للوقيته فاش تكلمنا في الجذع مشترك علمي، خاصه في مجزوءات تتعلق بالبيئه، على تحويل الفرش الحرجي. اشنو هو الفرش الحرجي؟ الفرش الحرجي واحد مجموعه ديال بقايا ديال النباتات وتتحول تحت تاثير الفونا والفلورا المجهريه وديدان الارض، كذلك تحولها الى دبال اللي هو سماد عضوي. اما بنفس الطريقه اذا خصنا تفسخ هوائي، بمعنى احداث انحلال الماده العضويه بوجود الهواء تحت تاثير بكتيريا الفطريات او ديدان الارض، وتتحول هذه المواد العضويه الى سماد عضوي. واحد المعلومه اللي ممكن ناخذوها ونعزو بها التمرين ديالنا الوقت فاش يطلبوا منا اقتراح وسيله للتخلص العقلاني من النفايات، ان كيلوغرام من النفايات تعطي 400 غرام من الاسمده. ننتقلوا لانتاج غاز الميثان. غاز الميثان هو اللي تعطي تلك الرائحه الكريهه في النفايات. إذا ينتج في ظروف لا هوائية، بمعنى في غياب الأكسجين، ولكن بوجود بكتيريا تسمى ميثانوبكتيريوم، هي اللي تتحول المواد العضوية إلى ماذا؟ إلى غاز الميثان، وتنوضعه في أحواض كبيرة في غياب الأكسجين. إذا باش نعقلوا على هذا الميثانوبكتيريوم، راه اسم مركب كاين فيه البكتيري وكاين الميثان. إذا ميثانو نسبة إلى الميثان والبكتيريوم، إذا البكتيريا التي تنتج الغاز الميثان. ثم آخر إجراء هو الترميد. الترميد إذا الترميد جاء من الرماد، إذا باش تكون الرماد تخصنا الحرق. إذا هذا الترميد هو حرق النفايات في إفران في درجة حرارة تصل إلى 800 درجة أو 1000 درجة، لكي يتم إنتاج بخار الماء. هذا بخار الماء تستعمل الجوج ديال الأهداف، إما للتدفئة أو لإنتاج الكهرباء. إلى اللقاء في حصة مقبلة إن شاء الله.